اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بنجومي اللي مشرفني في الاستوديو، برحب بالنجم الكبير محمود نعمان لاعب الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. حضرتك ربنا يخليك. ومشرفنا طبعا حارس المرمى، حارس مرمى النادي الاهلي، واللي ما شاء الله يعني من الشباب الواعدين جدا في حراسه المرمى قدامه ان شاء الله مستقبل باهر، معانا عبد الرحمن طه. ازيك عبد الرحمن؟ ظهرك منورنا منور قناه النادي الاهلي. يمكن اجي لك يا نعمان، انت طبعا اول مره تشرفنا هنا في الاستوديو. كنا اتكلمنا قبل الموسم يبتدي، وكنت ده اول موسم ليك مع النادي الاهلي. يعني كلمني تقييمك للسنه اللي انت فيها، هل انت راضي؟ هل انت خدت خطوه لقدام؟ كلمني عن تقييمك للفتره اللي انت قعدتها في النادي الاهلي السنه اللي فاتت. اكيد طبعا اول سنه في النادي الاهلي ما بتبقاش سهله، يعني بيبقى برده فيها شويه صعوبات لما الواحد بيتعود على الجو والضغط وكده، الدنيا مختلفه عن اي نادي في يعني كنت بلعب فيه وكده. بس اكيد اخدت استفدت حاجات كتير يعني في الماتشات وفي ماتشات القمه بالذات. يعني يمكن كمان بطوله افريقيا اتاجلت، لو كنا لعبناها كانت هتدي خبرات اكتر، ويعني هتديني يعني مع الفرقه ماتشات قويه يعني اقدر العبها معاهم يعني. صحيح. طب عبد الرحمن كلمني برضو عن السنه دي. يمكن انت الحمد لله انضميت للمنتخب، انت لسه راجع من المنتخب من ايام انضميت لتدريب الفريق. كلمني برضو عن تجربتك مع الفريق الاول، خاصه ان انت لسه 22 سنه ما شاء الله صغير يعني. انا هو بقى لي 3 سنين في الدرجه الاولى. طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كانت فتره جميله جدا، حتى احنا الفرقه اللي كابتن طارق كونها السنه اللي فاتت دي كانت معظمها جيلي ومعظمها شباب صغيرين. صحيح. الناس كلها كانت يعني مش معظمهم لعبوا اهلي يعني النادي اهلي كتير يعني، والماتش القمه يعني اول مره اتحطوا قصدك في الضغوط دي. بالظبط. بس كابتن طارق دخلهم في الفرقه بسرعه جدا، خلانا نبقى مع بعض، ودخلهم حتى الشباب الكبار مش سنا ده مقاومه كمان يعني. صحيح. ان هم صراحه خلونا نخش في وسط الفرقه، دي حاجه يعني كانت. لا وانت لسه جدا. عندك كتير، خلي بالك عبد الرحمن، وعليك امال كتيره بالنسبه للجمهور الاهلي. اعزائي المشاهدين، طيب احنا عملنا تقرير عن فريق كره اليد في النادي الاهلي، واتكلمنا بالاخص عن نجميني اللي مشرفني في الاستوديو. نشوف التقرير ده وارجع لحضرتك تاني. نجح لاعبو الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في إسعاد جماهير القلعة الحمراء مع نهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد تتويج بكأس مصر بعد التغلب على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 26-23 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. وقدم نجوم القلعة الحمراء أداء مميز خلال الموسم، وظهر تألق أكثر من لاعب خلال مباريات الدوري وكأس مصر، حيث استطاع عبد الرحمن طه في الزود عن مرماه في العديد من اللقاءات، ويأتي على رأسها مواجهة الزمالك الأخيرتان بالدوري، فيما تألق محمود نعمان في صناعة اللعب وتنويعه لزملائه داخل الملعب في العديد من المباريات الهامة في الموسم المنقضي. وطلب عدد من خبراء اللعبة بضرورة ضم الثنائي لمعسكرات المنتخب الوطني، لا سيما في ظل إمكانياتهم الكبيرة والتي تتطور يوما بعد الآخر، كما أنهما سيستفيدان من الاحتكاك القوي مع العناصر الأخرى بالمنتخب أو المدارس المختلفة التي يلعب أمامها منتخبنا الوطني. ويسعى الثنائي لإثبات كفاءتهم بشكل أكبر وتواجدهم في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في الموسم المقبل، ورسم البسمة على قلوب عشاق ومتابعي نادي الأهلي من خلال حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري. وتأمل جماهير الشياطين الحمر في مساعدة الثنائي لكافة زملائهم بالفريق لحصد كافة ألقاب الموسم الجديد والمزمع انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل. وطبعا زي ما حضراتكم فاكرين، الفريق كرة اليد الأول، الفريق الأول كرة اليد بنادي الأهلي، وطبعا نجومه مشرفين في الاستوديو،
خدنا كأس مصر السنة دي والدوري خسرناه بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك، وأداء كان يعني جيد من فرقتنا الحقيقة، وكنا أقرب في أوقات كتيرة جدا بالفوز بالدوري. يعني الفرقة الحمد لله جيدة. خليني بس قبل ما اروح لضيوف واخد رايهم في الموضوع اللي احكي لحضراتكم، نظام الدوري الجديد، يمكن الاتحاد حط نظام للدوري جديد خالص، قال انه هيقسم 16 فرقه، هيقسمها مجموعتين، النادي الاهلي على راس مجموعه ونادي الزمالك على راس مجموعه، هتلعب من دور واحد، تمام؟ يعني هيلعبوا مباريات من دور واحد، يعني ده يلعب 7 مباريات وده يلعب 7 مباريات، وبعد كده هياخد اول 4 من هنا واربعه اول 4 من هنا، يجيبهم مع بعض يبقوا 8 فرق، بعد كده يلعبوا دوري رايح جاي، بعد كده هيطلع من الدوري الرايح جاي ده الفرقه هتطلع بنقاط ويترتبوا من الاول للثامن، هياخد اول اربعه فقط من الستيب الثانيه ياخدهم يروح بيهم دوره مجمعه لتحديد البطل، بس اللي هيطلع من الدور الثاني هيبقى طالع بنفس النقاط، دوري طويل جدا، الاول والثاني من الدوري القادم هيروح افريقيا، الثالث والرابع هيروح بطوله عربيه. نعمان شايف الدوري ماتشات كتيره، يعني تلعب 7 وبعد كده 16 وبعد كده تلعبك 3، يعني هتلعب حوالي 26 ماتش في الموسم، رقم كبير، احنا جاهزين له؟ اكيد طبعا، احنا الفرقه بتاعتنا نصها بيتدرب في المنتخب وبيستعد لاولمبياد طوكيو، والنص الثاني بيتمرن مع كابتن طارق محروس تمرين قوي جدا، وبنتمرن 4 ساعات في اليوم وبنستعد بشكل كويس. كابتن طارق دايما بيبقى عايز الفرقه كلها تبقى جاهزه، سواء اللي في المنتخب او اللي بره المنتخب، كله بيبقى جاهز، بيبقى يعني استعداد ان هو ينزل الماتش في اي وقت. ايوه، احتكاك الماتشات. هل متوسط العمر يفرق معانا برضو يا نعمان؟ يعني خلي بالك احنا الحمد لله متوسط عمرنا اقل كتير من المنافس. هل الدوري طويل ده يبين امكانياتنا في حته الفتنس، وان احنا عندنا اكيد معدلات لياقه اعلى؟ اكيد طبعا، يعني كابتن طارق بالذات يعني في الحته دي بيهتم بيها جدا، موضوع اللياقه والجري وكده، ومعدل الاعمار بتاع الفرقه يساعد جدا اللي هو يعني كابتن طارق ينفذ شغله في ان اللعيبه تقدر تجري طول الماتش ويعني بيلعبوا هاندبول حديث يعني. صحيح، واحنا كمان وده كمان بان في اخر السيزون اللي فات ان الفتنس بتاعنا واللياقه بتاعتنا كانت فرقه كتير. حتى صحيح. في يعني في طول ال 60 دقيقه احنا بنلعب نفس الريتم بنفس الشكل بنفس كل حاجه. صحيح. وعندنا 1 2 3 ممكن يغيروا في اي وقت، طارق مهيئ اي حد على الدكه اللي هو ينزل، طارق شايف الناس اللي على الدكه كلها يعني في اي وقت كله جاهز اللي ينزل في الملعب، هو عارف اللي هو هيعمل اللي عليه. طب قول لي عبد الرحمن، انت حسيته في الملعب ان لما لعبنا ماتشين الزمالك اللي هم بتوع الدوري، وبعد كده عملنا ماتش فيصل، وبعد كده رحنا للكاس، كان لعيبه الزمالك دايما بيلجأوا ان هم يقللوا سلو داون لسرعه الجيم، هل انتوا كنتوا حاسين؟ يعني احنا كمتفرجين حسيناه، انتوا في الملعب حسيتوه ان هم بيتعمدوا يقللوا سرعه الجيم عشان يقدروا يجاروا المعدلات اللي قطعتها؟ احنا كنا متوافقين عليهم ان احنا نجري عليهم. صحيح، نزل نجري. كابتن طارق هو مدخل في مصر فكره ان الفاست بريك على طول شغال كسبان لا قدر الله خسران، على طول اجري يعني، دي حاجه طبعا يعني متمرنين عليها. بالظبط، متمرنين عليها، فدي الصراحه فرقه عن يعني فرقتنا فرقه عن الناس كلها في الحته دي. وقدرتوا بشكل او اخر ان انتوا حتى كاس بعد ما تلقينا الخساره، وكنتوا انتوا برده نفسيا يعني متضايقين، ولكن الفتنس وفوقتوا نفسكم في الكاس وكسبنا. بالظبط، احنا في ماتش الكاس من اول الجيم احنا فارقين 3-4 ومستريحين وبنلعب، احنا بقى اللي بقينا نلعب يعني احنا اللي ماسكين ريتم الماتش. صحيح، احنا اللي عايزين نجري ولا عايزين نهدي، بقينا احنا اللي ماسكين ريتم الماتش. كابتن طارق طبعا دي كل ده تعليمات كابتن طارق، ومحضرين ماتش كويس جدا، احنا حاطين سيناريو، كان كابتن طارق حاطط سيناريو يعني كذا سيناريو اللي احنا نمشي بيه، بس الحمد لله ربنا كرم يعني. الحمد لله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع طبعا نجوم كره اليد في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل.